بيت، انا برص التيبل كده المكنس كده اليوز كيس ده هيك ولا ده ولا ده الميك بيمنت ده كده الكريدت بيمنت، وهتقرا هتريد الداتا بتاعت الجست الداتا بتاعت البوكينج اكيد يعني ماشي. طيب اد نيو جست هتكريت جست اكيد، وبرضه محتاجه تريد الداتا بتاعت الجست. ايه بقى فايده الستار دي او الستار دي؟ بتزيد كل حاجه، يعني الداتا بتاعت الجست دي حق انها تعملها ريد بدون اي ريستريكشنز ماشي. الميك بيمنت دي ما لهاش استريكس مثلا، عشان مش لازم تريد كل الداتا بتاعت الجست، مش لازم، عشان مش لازم تعرف الاتش بتاعه مثلا صح؟ لكن وانت مثلا بتعمل نيو اد نيو جست بتاخد كل الانفورميشن بتاعته تبقى عندك، فدي بتبقى ان ريستريكتد ريد يعني. اه بالظبط، انتوا بقى لما تعملوا بقى المنظر ده كده هيطلع لك كل كلاس بيأكسس انهي داتا، فساعتها تعمل ديزاين كويس للايه؟ للداتا بيس بتاعتك. انا عندي سؤال، تتصور؟ انا بجرب اصور بس مش عايز اصور، مش مظبوطه اصلا. طب ما تقول لي. طيب كده كده مش باين. في اكزامبل كبير في المحاضره بصوا عليه، مش يعني جايب لك سيستم كامل ومديك الكراد ماتريكس بتاعته. ده كان تبع السؤال اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. برضه ده سؤال تاني مديك ايه؟ مديك يوز كيس دايجرام. تعالوا نشوف كده الاول عندك اليوز كيسز اللي عندنا. عندك ريجستر فور كورسز وفيو تيتشر روستر مينتين كورس انفورميشن مينتين تيوتر انفورميشن مينتين سيركلم مينتين ستيودنت انفورميشن بي جنريت بروسبكتس. عندك اربع اكتوس طبعا، ده سيستم البالينج سيستم ده والستيودنت تيوتر والريجستر، كل واحد ليه يوز كيسز منه ماشي. بيقول لك ايه بقى؟ اد نيو يوز كيسز allow students to send feedback about the course and to assign tutor for a course with a diagram. معنى زي عاوزين نقاد يوز كيسز جديده عشان تخلي الستودنت يسند فيدباك على كورس معين، وعشان نقصين محاضر نعمل له اساين لكورس عنده. عامل ازاي بقى؟ وبعدها في يعني من اليوز كيس هتبقى اسمها ايه؟ ومين الاكتورز اللي داخلين فيها؟ سند فيدباك والاكتورز اللي داخلين فيها. ايه؟ التيوتر المفروض يشوف الفيدباك. هيعمل السين فيدباك فعلا والاكتر هو الستودنت، وهضيف اساين تيوتر للريجستر ده اللي بيعمل ريجستر للسيستم ده كان الادمنستريتور. هضيف ايه؟ ايه؟ هضيف ايه؟ حضرتك بتقول هضيف ايه؟ هضيف يوز كيسز، واحد اسمها سين فيدباك للستودنت ماشي والاساين تيوتر للريجستر. اه دي واحده ثانيه يعني تمام. اه تو يوز كيسز مطلوب منك حاجتين. اه اوكي. طيب السؤال الثاني كان بيبقى create two user stories for the student. تزود دي كمان برضه التستنج كرايتيريا بتاعت اليوزر ستوري اللي عندك. زي ما انتوا كان بيتكلم عن بتاعت الريجستريشن دي، از ا ستودنت اي ونت تو ريجستر فور كورس عشان اقدر اكمل الليكتشرز يعني. والتستنج يا جماعه تستنج ازاي؟ ان الستودنت يريجستر فور كورس
يديك شويه فانكشنال ريكويرمنتس والبروجكت اللي هتشتغل فيه يبقى كده. تمام؟ يبقى عندك سيستم في الفانكشنال ريكويرمنتس بتاعته يقول لك السيستم ده عاوز يعمل ايه. في ثلاث حاجات: يوزر ريجستريشن اوثنتيكيشن، اليوزر شود بي ايبل تو ريجستر فور ان اكونت ويز ذا سيستم باي بروفايدنج يونيك يوزر نيم ايميل ادرس اند باسورد. Register user should be able to securely log in their credentials using their credentials. But the بيتكلم عن registration و authentication بتاع user. بيتكلمك ازاي عن registration ازاي. طب user بقى لما يregister system ده يمكن له ايه؟ يقول لك في shopping cart management. واضح كده ان user عنده shopping cart. يقول لك users should have shopping carts where they can add items they wish to purchase. Users should be able to view their shopping cart, including the items added and their quantities. Users should be able to modify their shopping cart, adding, removing, or updating item quantities. فده بيقولك انت عايز الشوبينج كارت. طب بعد ما ضفت الشوبينج كارت يقدر يعمل order. User should be able to place orders containing the items in their shopping cart. User should provide necessary details for the order, such as delivery address, contact information, and preferred delivery time. فمكملكوا يبقى مكملكوا بعد ما تقروا الـ requirements دي تطلعوا. طبعا ممكن بقى تجيبها من الأول خالص، بقى ممكن تطلع use cases، وبعدين تطلع class diagrams، وبعدين نكتب الكود بتاعها. احنا عاوزين نعمل حاجتين، لما نطلع الكلاس دايجرام ماشي او الديزاين يعني نكتب الكود. يعني انا بفضل سي بلس بلس بس بعد ما اشرح حاجه دي اوكي ماشي. اشتغلوا مين مع مين مش معاك ماشي بحط قريب مني واشتغل معاك. انا مش عايز حد ما بيعملش حاجه ماشي. ده خلاص يعني ده تمام.